أعلنت شركة منتجع الساحل عن تطوير منتجع من فئة خمس نجوم في الساحل الجنوبي الغربي للبحرين، وذلك أثناء أعمال مؤتمر بوابة الخليج الذي يعقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية. وفي تصريح لسعادة السيد خالد الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة منتجع الساحل قال إن ما يتميز به المنتجع من موقع فريد يمكنه من تلبية رغبات واهتمام الجمهور في المنطقة الذي يبحث عن تجربة مميزة في هذا المنتجع الذي يمتاز بكونه الأول من نوعه في البحرين، إلى جانب ما سيقدمه من خدمات ومرافق متنوعة ذات جودة عالية، وبالتالي سيحوز على اهتمام الزوار ويجذبهم للإقامة لأيام أطول في المملكة. وأضاف الرميحي قائلا يتميز قطاع السياحة بأنه يمتلك إمكانات كبيرة للنمو بنسبة للاستثمار، حيث مثل هذا القطاع ما نسبته 10% من إجمالي تدفقات الاستثمار إلى المملكة في العام الماضي. وبالإضافة إلى منطقة الساحل فإننا نتوقع افتتاح 15 فندقا ومنتجعا جديدا من فئات الأربع والخمس نجوم في البحرين خلال العامين المقبلين للانضمام إلى مجموعة واسعة من العلامات الراقية والقائمة على أرض المملكة.